15 و16 الأمريكية، وهي التي تقصف قنابل بزنة طن أو نصف طن، يعني بمعنى 1000 كيلوغرام أو 500 كيلوغرام. هذه الطائرات تواصل عدوانها، ارتكبت سلسلة من المجازر المتنقلة الليلة الماضية ويعني ليلة أمس وفجر هذا اليوم وحتى قبل قليل في رفح وفي خان يونس وفي حي الشيخ رضوان في مدينة غزة وفي كل مكان. ولكن أحدث جرائم الحرب الإسرائيلية هي إمهال مستشفى العودة الصحي، وهو مستشفى أهلي كبير نسبيا موجود في مخيم جباليا للاجئين، وهو تقريبا المستشفى الوحيد الذي يعمل في شمال قطاع غزة حتى الآن بعدما خرج مستشفى بلدة بير حنون عن الخدمة، ومستشفى كمال عدوان الشهيد كمال عدوان في بيت لاهية يعني عمله قليل جدا وصغير جدا. أمهلوا إدارة المستشفى حتى الساعة 10 من صباح اليوم، أي بعد أقل من 10 دقائق أو نحو 10 دقائق فقط لإخلاءه، ولكن مدير مستشفى العودة بصراحة تصرف بطريقة مغايرة تماما، رفض إخلاء المستشفى وقال لن نخرج من المستشفى وليقصفوه فوق رؤوسنا. وفي حال قصف المستشفى تكون إسرائيل ارتكبت جريمة غير مسبوقة ربما في التاريخ إلا في الحرب العالمية الثانية. هذا من ناحية المستشفيات. عديد العائلات زادة لم تغادر، شفنا بعض الفيديوهات اللي تنزلت وتغريدات من عائلات غزوية يقول لك لن أخرج، قاعد في داري، معناها لن أرحل. نعم هذا صحيح، كنتم قبل أن أشترك معكم في هذا اللقاء تتحدثون عن مقارنات مع أوكرانيا. نعم. نحن لا يوجد لدينا دول محيطة تفتح الحدود للناس، وأصلا نحن لا نريد أن نخرج من أرضنا ونكرر نكبة عام 48 حتى لو فتحت الحدود. ولكن ما يجري بصراحة هو أن القصف يطال الناس، يعني في أوكرانيا القصف الروسي يطال القوات الأوكرانية والمواقع الأوكرانية ولا يستهدف المدنيين، ربما يقتل مدنيين صحيح ولكن ربما نادرا جدا. أما نحن فالقصف يعني قبل ساعات قصفوا منزلا لعائلة الأغا في مدينة خان يونس فوق رؤوس ساكنيه، وحتى الآن لا يعرف كم عدد الشهداء، تم إخراج 3 شهداء فقط ونقلهم إلى المستشفى، ولكن هناك عائلة بأكملها تحت الركام، وهذا الأمر قد يستغرق طويلا لأن إمكانات الدفاع المدني أيضا قليلة، والقصف من شدته يصعب على عمليات على الدفاع المدني القيام بواجبه، والدفاع المدني لا توجد لديه آليات متطورة لكي يقوم، فهي آليات بدائية نسبيا أو يعني ليست حديثة وليست متطورة بحيث ينجز المهمة بسرعة. وهناك الكثير من الشهداء استشهدوا تحت الأنقاض لأنهم طالت فترة وجودهم تحت الأنقاض أيام وأيام. نعم. وبالتالي أعتقد أن الوضع كارثي مأساوي. هناك عائلات هربت وفرت من شمال القطاع ومدينة غزة إلى الجنوب، ولكن إلى جنوب القطاع أقصد، ولكن كما قلت فعلا هناك الكثير من العائلات، أنا على تواصل مع أصدقاء كثر ومعارف هناك وهم يقولون إلى أين سنذهب. السؤال لا يعني إلى أنهم لا يجدون مكانهم، ما يحبوش يخرجوا من أرضهم. معنا ضيفنا محمد أبو شرخ يحب يتفاعل معك. أستاذ فتحي صباح الخير. تفضل. صباح الخير أبو رفيق، سلامات، كيف الحال حبيبي يا أبو غسان، كيف أحوالك؟ طمني عليك. الله يبارك فيك. تسلم. أنا أول شيء سعيد إني أسمع صوتك وقلبي معك وربي يعلم. شكرا جزيلا. أستاذ فتحي، أنت أمس كتبت على الفيسبوك أنك لن تخرج أنت وعائلتك وأنك باقي. نعم. وموجود، وكان موقف مؤثر، وكونك شخص مؤثر في المجتمع الفلسطيني، كيف تلقى كيف تلقيت أصداء هذا الموقف في لحظة كان فيها كل الضغط على المواطن الغزاوي أن يخرج؟ بصراحة يعني أنك أن تتخذ قرار في مثل هذه الأوضاع العصيبة والقصف فوق رؤوس الناس وفوق وحول منزلك وفي محيط منزلك، أعتقد أن اتخاذ أي قرار حتى في الأوقات العادية صعب، فما بالك وأنت تحت القصف، وبالتالي كان من الصعب جدا أن تتخذ قرارا بالمغادرة أو بالبقاء. الخطر شديد جدا، الخطر والموت يتنقل من مكان لمكان، والماء يعني لو كنا نعرف أنهم يستهدفون
حماس مثلا او مواقع عسكريه، فنقول ان هذه حرب، والحرب حتى وان كانت بين جيش من اقوى جيوش العالم وحركه مقاومه فلسطينيه ايضا لها قوانينها الحرب، وبالتالي يعني قتل الجنود في الحرب ليس جريمه، ولكن قتل المدنيين هو جريمه حرب. هو جريمه. الحرب ليست غير قانونيه، الحرب ليست شرعيه في القانون الدولي، الحرب مباحه ومشروعه في القانون الدولي، ولكن ارتكاب جرائم حرب ممنوع على الاطلاق. قتل المدنيين، قصف المدنيين، حتى قصف المقاتلين وهم عائدين من جبهه القتال وسلاحهم على اكتافهم، هذه جريمه حرب، حتى لو كان يعرف انه مقاتل وكان يقاتل في الجبهه. فتحي زيد، تم قصف الناس اللي توجهت، اللي خرجت واللي مشيت للمكان اللي قالوا لهم براولوا، تم متابعتهم وقصفهم. نعم، تم قصف شاحنه لانه الناس يعني استقلوا شاحنات وسيارات وباصات وحتى عربات توك توك صغيره وحتى عربات تجرها حيوانات عزكم الله واجلكم، ومع ذلك قصفوا شاحنة استشهد 70 شخصا، 70 فلسطينيا مدنيا بريئا. يعني هذه احدى جرائم اسرائيل البارزة في هذه الحرب، انهم على سبيل المثال في اليوم الاول من العدوان طلبوا من سكان شمال قطاع غزة النزوح الى مدينة غزة، لاحقوهم في مدينة غزة وفي المآوي التي أو اليها وقصفوهم ايضا. يعني لم يعد مكان امن على الاطلاق في قطاع غزة، لا يوجد مكان يستطيع الإنسان أن يقول أنه في أمان، ولا يوجد ملاجئ. يعني في الثقافة الفلسطينية أو الثقافة العربية الفلسطينية لا يوجد ملاجئ في المنازل، لا أحد يعمل أو يعني يوجد ملجأ تحت الأرض محصنا. هذه مسؤوليات الدولة عادة ولا تفرض هذه الشروط، وهذا غير متوفر على الإطلاق. فالناس موجودين في بيوتهم. أخي فتحي نحب نسألك، وكالة الغوث شنو عملت في الناس اللي عندهم في مدارسهم اللي راحوا؟ شنو عملت الأنروا مع الناس؟ كيف حتخليهم؟ احنا عندنا اكثر من 250 الف بني ادم في مدارس الأنروا، شنو عملت؟ باش يتنقلوا وين باش يمشيوا؟ اي منظمة نعم. اولا الناس بداوا يلجؤون الى مدارس مراكز لواء مدارس وكالة الغوث منذ يوم السبت الماضي، منذ السبت، انه أنروا اصلا تعاني من ازمه ماليه حاده قبل الحرب او قبل العدوان، فهي لم تقدم الكثير، قدمت الطعام والشراب لهم ولكن لم تستطع أن تقدم كما كانت تقدم في كل عدوان سابق على قطاع غزة. المأساة أنه عندما طلب أمس من الناس الرحيل أو النزوح من منازلهم في مدينة غزة وشمال غزة إلى جنوب قطاع غزة، موظفو وكالة الغوث هربوا، يعني أو عدد منهم هربوا من مراكز الإيواء وتركوا الناس وحدهم، لأنهم خافوا، لأن هناك كان تهديد إسرائيلي بقصف المراكز الإيواء وأنه إسرائيل ليست مسؤولة عن وجودهم. وبالتالي ولذلك إذا لاحظتم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجه نداء خجولا طبعا كعادة الأمم المتحدة إلى إسرائيل بأن تؤمن مراكز الإيواء وألا تقصفها وألا، وهناك مدارس قصفت وهناك مصابون وهناك ناس تركوا المدارس بالمناسبة وذهبوا إلى الى 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 جنوب القطاع لانهم شعروا بعدم الامان حتى في مراكز الأونروا. حتى مقرات أونروا الرئيسيه طلب منها الاحتلال ان تغادر الى جنوب القطاع. يعني اعتقد ان ما يجري هو تطهير عرقي، هو عمليات طرد للسكان، وهذه كلها جرائم حرب موصوفه في القانون الدولي، لا احد يجادل فيها، ولكن ماذا تفعل المحكمة الجنائية الدولية؟ ماذا يفعل الأمم؟ ماذا تفعل الأمم المتحدة؟ ماذا يفعل الاتحاد الأوروبي الذين دعموا أوكرانيا بالسلاح وبالمال؟ هذا الدعم يعتبر مشاركة في الجريمة، في جرائم الحرب اللي قاعدة ترتكب، مشاركة. باش نختم معك بسؤال وكان تسمح أستاذ فتحي، اليوم ما هو الواقع المعيشي اليوم المواطن في غزة؟ كيفاش عامل مع الكهرباء؟ ما زالت مقطوعة، والمياه والأغذية، نقص الحاد للدواء، المساعدات هل بدأت قاعدة تدخل؟ فما إمكانية وأنه يلقاو اليوم بعض الأدوية؟ نسق الحياة كيفاش اليوم؟ لم يدخل أي شيء منذ الخميس الماضي، الخميس قبل الماضي. الجمعة عادة معابر قطاع غزة تكون مغلقة والسبت أيضا، والعدوان بدأ يوم السبت وأغلقت إسرائيل المعابر تماما وقطعت المياه والكهرباء. طبعا نحن نعتمد في المياه على سبيل المثال
على الآبار الارتوازية الموجودة. هناك يعني آبار كثيرة، ولكن لماذا نحن نستورد أو نأخذ نشتري المياه من إسرائيل؟ لأن المياه فيها نقص في قطاع غزة، يعاني من نقص حاد وشديد في المياه منذ سنوات طويلة، وأصلا مياه الشرب في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي بنسبة 99%. يعني نحن نستخدمها فقط لأشياء بسيطة، ونعتمد على المياه المحلاة أو المياه المعدنية التي يشتريها عادة المقتدرين. هذا بالنسبة للمياه. أما بالنسبة للكهرباء فلا أحد لديه أي كهرباء، لأن المحطة الفلسطينية توقفت بعدما أوقف الاحتلال إدخال الوقود، توقف الظهر الأربعاء الماضي. نحن اليوم الثالث على التوالي بلا كهرباء، وكانت أصلا تأتي ساعتين أو ثلاثة ساعات أو أربع ساعات على حد أقصى في اليوم الواحد. الإنترنت طبعا غير متوفر، لأنه من شدة القصف في كل مكان تعطلت أجهزة تقوية الشبكات الاتصالات والإنترنت، وحتى نعتمد على ما يسمى حزم الإنترنت التي توفرها شركات الاتصالات على الهواتف النقالة أو الخلوية، ولكن لا يوجد إنترنت في البيوت على الإطلاق. وكان بالأمس إشاعة، تبين أنها إشاعة، أن وزير الاتصالات الإسرائيلي سيوقف خدمات الإنترنت على قطاع غزة منتصف الليلة الماضية، تبين أنها إشاعة. لا تزال خدمة الإنترنت الخدمة الحمد لله على الأقل توصل الصورة، يوصل الصوت، يوصل المشاهد، يوصل الوضع عبر الإنترنت. شكرا. الإنترنت سننعزل عن العالم كله. نعم. شكرا لك، كل الدعم، كل المساندة، ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يسلمكم، ربي يخفف منزل على غزة وفلسطين والعرب جميعا. كان معنا مباشرة من قطاع غزة الصحفي الأستاذ فتحي الصباح.